أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي وجه الصحافة، وحلقة هذا الأسبوع تدور حول مشروع مصري بحلول عام 2030، وهو موضوع يتعلق بأضواء على المشروع القومي لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بمعالجة قضية الأمية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، وتعوق عمليات التنمية المستدامة وإحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة، لا سيما أنها تعد أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر. في هذا الإطار توجهت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشكر لجامعة عين شمس لما تقوم به من جهود حثيثة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، حيث أشارت الهيئة بدور شباب الجامعة في المشروع القومي لإعلان مصر خالية من الأمية. تصدرت الجامعة قائمة الجامعات المصرية في مجال محو الأمية بإجمالي 21,090 دارسا ناجحا خلال العام الجامعي 2020-2021، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في النتائج المحققة بما يتناسب مع قيمة ومكانة الجامعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. على أي حال، سنحاول التعرف على خطط مصر لمحو الأمية بالكامل بحلول عام 2030 مع ضيفين كريمين، هما كل من الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. بنرحب بك دكتور عاشور، شرفتنا. أهلا وسهلا أستاذ أيمن. ودكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أهلا ومرحبا بك دكتور إسلام، شرفتنا. أهلا وسهلا بحضرتك. هنستأذن حضراتكم نتعرف مع مشاهدينا الكرام على أهم ما دارت حوله الصحافة المصرية بخصوص هذا الموضوع، وبعد هذه القراءة المعتادة نبدأ النقاش والحديث مع ضيفينا الكريمين، أرجو أن تبقوا معنا. جديد لحضراتكم التحية، ونبدأ قراءتنا الصحفية هذا الأسبوع من اليوم السابع التي جاء فيها تحت عنوان حياة كريمة، المشروع الأضخم على مستوى العالم، حكاية كفاح وطن. تقول التفاصيل إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة في مصر، تقول تجارب مصر التنموية قوية جدا، ومن أهمها مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، ومصر من بين 10 دول في العالم نجحت في تحقيق تقدم مجتمعي، حيث تركز المبادرة على القرى الأكثر فقرا وتقدم لهم البنية التحتية وتمكين المرأة اقتصاديا ومحو الأمية. نتحول إلى صحيفة المصري اليوم، عين شمس الأولى على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية لعام 2020-2021، حيث حصلت جامعة عين شمس على المركز الأول في ترتيب الجامعات المصرية بمجال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية وفقا لنتائج عام 2020-2021، وذلك من خلال مساهماتها في المشروع القومي لمحو الأمية، فقد تمكن طلاب جامعة عين شمس من محو أمية 21,090 مواطنا وفقا للنتائج الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار. نذهب إلى صحيفة الدستور، التضامن 250 فصل محو أمية بالتعاون مع مبادرة لا أمية مع تكافل، تكوين 250 فصل محو أمية بالتعاون مع مبادرة لا أمية مع تكافل لرفع الوعي وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع والقضايا التي تساعد على التنمية، فمحو الأمية جزء من الحماية الاجتماعية. في صدى البلد بالأرقام، خبير مبادرة حياة كريمة استهدفت كل محاور التنمية في مشروع قومي واحد، توجيه الرئيس السيسي بالبدء في مبادرة حياة كريمة لتحويل القرى إلى تجمعات ريفية مستدامة بتكلفة 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، خطوة ممتازة، حيث ولأول مرة يتم استهداف كافة محاور التنمية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا من خلال مشروع قومي متكامل. في الشروق، التضامن، الحكومة تستهدف تطوير 4000 قرية مصرية من خلال مبادرة حياة كريمة. الرؤية السياسية للدولة تركز على رفع مؤشرات التنمية وتحسين جودة حياة الأسرة في جميع مناطق الجمهورية عبر المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. المبادرة تستهدف تطوير حوالي 4000 قرية في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحة والتعليم ومحو الأمية. نختتم من أخبار اليوم، محافظة الجيزة تشارك في مبادرة مصر بلا أمية،
حيث تشارك محافظة الجيزة في فعاليات مبادرة مصر بلا أمية التي أطلقتها القيادة السياسية بمشاركة الجامعات المصرية وتقديم المساعدة بإشراك طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية. هكذا تكون قراءتنا الصحفية انتهت، وبعد الفاصل نعود لضيفينا الكريمين لبدء الحديث والنقاش. من جديد لحضراتكم التحية والتحية موصولة لضيفينا الكريمين الدكتور عاشور والدكتور إسلام. اسمح لي أبتدي مع حضرتك دكتور عاشور بالسؤال المتوقع، هل ما زال تعريف الأمية كما هو يعني كان متعارفا عليه عدم إجادة القراءة والكتابة، ولا تغير مع هذا العصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا اتفق مع حضرتك استاذ ايمن ان مصطلح الاميه هو مصطلح فضفاض جدا، ومصطلح بيختلف النظر اليه او هذا المفهوم من بلد الى اخر ومن عصر الى اخر. بكل تاكيد يمكن مفهوم الامي في قانون 8 سنة 1991، وهو قانون انشاء الهيئه العامه لتعليم الكبار والذي ينظم حركه تعليم وتعلم الكبار داخل جمهوريه مصر العربيه. الامي هو الذي لا يجيد القراءه والكتابه، الذي لا يستطيع أن ده بنقول عليه أن هو الأمية الهجائية. ويمكن النظر سابقا إلى الأمي أو الأمية على أنها الأمية الهجائية، الشخص الذي لا يستطيع القراءة ولا الكتابة ولا إجراء عملية حسابية بسيطة. ولكن مع تطور المجتمع والتطور التكنولوجي وزي ما احنا شايفين على مستوى العالم كله، أصبح هذا المفهوم يختلف من مكان إلى آخر ومن عصر إلى آخر. الآن بننظر إلى الأمي أو الأمية على أنها أمية تكنولوجية، أمية رقمية، أمية الوعي، الأمية الحضارية، لأن الشخص الذي يعلم القراءة والكتابة ويجهل أمور أخرى فهو بالنسبة لنا أصبح شخص أمي. ومن هنا أصبح هناك نظرة شاملة ونظرة أكثر تكاملية للشخص الأمي. داخل فصولنا، فصول محو الأمية، مش بنعلم الشخص فقط القراءة والكتابة، احنا ليه في ابعاد اخرى، ابعاد صحيه، ابعاد سكانيه، لازم في رسائل سكانيه يتم ارسالها الى الشخص الامي او الست اللي بتتعلم معانا. ايضا هناك ابعاد تكنولوجيه، ازاي نتعامل مع التكنولوجيا وازاي نوظف التكنولوجيا في تعليم الكبار. ايضا مؤخرا بدانا نتجه الى الشمول المالي ومحو الاميه المصرفيه والبنكيه، وده بالتعاون مع كل شركاء المجتمع اللي بيشتغلوا معانا، لان بالفعل قانون محو الاميه في مصر بيعتمد في المقام الأول على الشراكة مع مؤسسات الدولة، مش الهيئة فقط هي المنوطة بمحو الأمية، ولكن القانون وضح دور ومهام الهيئة العامة لتعليم الكبار، إزاي تشارك مع عاملين منهج مهم جدا مع القوم للسكان وبيساعدونا فيه، وبدأنا يعني يخرج للنور وبنعلم الناس في هذه الفصول مش بس القراءة والكتابة، ده كمان رسائل سكانية معينة خاصة بتنظيم النسل، إزاي تراعي أطفالها وهكذا. ايضا بنتكلم مع التضامن الاجتماعي لأمية مع تكافل وكرامه، بنشتغل شغل رائع جدا. الجامعات المصريه ايضا مع وزاره الصحه في منهج يطلق عليه المنهج الصحي، واحنا بنعلم الناس القراءه والكتابه ايضا في رسائل صحيه معينه. اكيد الموضوعات دي كلها متعلقه بالاميه ومحو الاميه، اكيد هنتعرف عليها من حضراتكم بتفصيل لانه انعكاسات الاميه كبيره. لكن في البدايه دكتور اسلام، حابب أعرف تجربة جامعة عين شمس من خلال اللي قاله الدكتور عاشور، على اعتبار أن المؤسسات لها دور أكبر الآن من فقط محو أمية القراءة والكتابة. أكيد طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن مشكلة الأمية فعلا من المشكلات اللي بتؤرق المجتمع المصري، ويمكن هذه المشكلة بتتعدد فيها الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة، ومن ثم لابد أن تتكاتف كل مؤسسات الدولة من أجل مواجهة هذا الخطر اللي بيؤثر في كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية إلى آخره. الجامعة طبعا أتصور هي واحدة من أهم المؤسسات المأمول منها الكثير والكثير من الأدوار التي يمكن أن تقوم بها في القضاء على هذه المشكلة، لما تمتلكه من ثروة بشرية متمثلة في أعضاء هيئة التدريس وطلابها. بالإضافة إلى جامعة عين شمس، موضوع حديثي اليوم، جامعة عين شمس يمكن بها أول مركز لتعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية، تم إنشاؤه عام 2001، ويمكن من خلال الدور ومن خلال
خلال صراحة الدور المشهود به بالكفاءة من القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس الأعلى للجامعات وكذلك قيادات جامعة عين شمس والتعاون الراقي مع هيئة التعليم الكبار، استطاعت جامعة عين شمس كواحدة من الجامعات ان احنا نحدث طفرة في مجال دمج الطلاب في مشروع محو الأمية، وده طبعا كان ليه مجموعة من الإرهاصات. كان أولها هو بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لأنها هي الجهة المنوط بها إصدار الشهادات وعمل اختبارات محو الأمية وجهة إشرافية. ثم كانت القضية الأكبر اللي المفروض إن احنا نقوم بها في جامعة عين شمس وفي مركز تعليم الكبار، كيف يتم تأهيل طالب الجامعة اللي هو ما عندوش القدرة إن هو يتعامل مع الشخص الأمي، وقد كان هذا الدور اللي احنا فعلا سعينا ليه إن احنا بنعمل مجموعة من الدورات التدريبية لطلابنا علشان نحاول إن احنا نأهلهم إن هم يتعاملوا في هذا المجال. صحيح. وبالإضافة لذلك إن الجامعة كان ليها مجموعة من الإجراءات هنتكلم فيها أكيد بعد قليل، كانت ملزمة ومحفزة في نفس الوقت. أكيد كمان هنعرف من حضراتكم إزاي تم اختيار هؤلاء الطلاب إذا كان على نفس الأساس اللي بيتم بترشيحهم للعمل في مجال التدريس أو ما شابه ذلك، وإذا كان في حوافز أو أمور بتساعد على هذا الأمر بالإضافة للتدريب. هستأذن حضراتكم نخرج لمتابعة تقرير مع حضراتكم بيفتح باب النقاش مع ضيوفنا الكرام. أرجو أن تتابعوا هذا التقرير وأن تبقوا معنا في هذا اللقاء. في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ مبادرة حياة كريمة بلا أمية بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار في القرى المستهدفة. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش قد أعلنت التزام الوزارة في هذه المبادرة بإتاحة قاعدة بيانات الأميين لكافة فروع الهيئة بالمحافظات على أن تشمل القوائم أسماء الأميين والرقم القومية وعناوين إقامتهم، وتلتزم بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين وتوفير مدرسين من مكلفات الخدمة العامة ومستفيدات تكافل وكرامة من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة للعمل في المشروع. القباج أضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي ستساهم أيضا في توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية والمشاركة مع الهيئة في التغطية الإعلامية بوسائل الإعلام والمشاركة في القوافل الإعلامية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم وإبراز بعض النماذج الناجحة بالمشروع. وتستهدف المبادرة القرى الأكثر فقرا وفقا لخرائط الفقر والتي تتطابق مع قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتكون الفئة المستهدفة من سن 16 حتى 35 سنة، على أن يكون هناك استثناء لبعض فئات 35 سنة فأكثر بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقي العلم، على أن تكون مدة الدراسة من 3 أشهر إلى 6 أشهر. كما وضعت الهيئة القومية لمحو الأمية منهجية تدريس تخدم منظومة وأهداف برنامج تكافل وكرامة وتقديم الدعم الفني اللازم لكل عناصر العملية التعليمية وتوفير مستلزماتها. جديد لحضراتكم التحية مشاهدين الكرام، والتحية موصولة لضيفين الكريمين الدكتور عاشور والدكتور إسلام. مرة تانية دكتور عاشور ببتدي مع حضرتك لأنه حابين نعرف أرقام يعني من لا يجيدون القراءة والكتابة في مصر، وبالمناسبة طبعا كلنا عارفين أنه ممكن تكون أمية القراءة والكتابة غير لصيقة بأمية الثقافة، يعني من الوارد أن يكون هناك أمية لا يجيد القراءة والكتابة ولكن مثقف، لكن المشكلة بتكمن في أمور كلنا عارفينها، عدم التعامل مع الإرشادات، ما ينفعش يقود سيارة إلى آخر هذا الأمر. قبل ما ننتقل للمسألة المتعلقة بانعكاسات الأمية ومحو الأمية على كل أوجه الحياة من العلم للرعاية الصحية إلى آخره، يعني خلينا اتفق مع حضرتك أستاذ أيمن أن بالفعل يعني الأمية هي مشكلة كبيرة جدا في كثير من المجتمعات، ويمكن هي ظاهرة عالمية، يعني مش موجودة في دولة، فيش دولة في العالم تخلو من الأمية ولكن بنسب، ولعل اليونسكو كمان حدد النسبة أن أي دولة تعلن خالية من الأمية هي الدولة التي تصل فيها نسبة الأمية إلى 7% فأقل. عشان كده بنقول أن هي الظاهرة ظاهرة عالمية ولكن بتختلف النسب من مجتمع إلى آخر نتيجة لظروف متعددة. يمكن لو قلنا على يعني بصينا على الإحصاءات الخاصة بمحو الأمية أو قضية الأمية في مصر، احنا عندنا ما يقرب من 17 مليون أمي، وده رقم مخيف جداً، رقم كبير. النسبة تقريبا 27% من الشريحة العمرية
15 سنة فأكثر، لأن هي دي الفئة اللي الهيئة العامة لتعليم الكبار بتستهدفها في محو الأمية. ولكن لو بصينا على تعداد سكان مصر بنلاقي النسبة هي 19.2 من تعداد السكان، ولكن أنا كهيئة لا أستهدف الصغار، أستهدف فقط الكبار اللي وصل سنه 15 سنة فأكثر، فأنا بعد الشريحة دي هي 27% من الشريحة. بكل التأكيد في أسباب متعددة أدت إلى تفاقم هذا العدد الكبير. طبعاً الأسباب والنقش الأرقام، الأرقام اللي حضرتك بتشرحها أيا كان متوسطها ما بين 17 مليون أو حتى 27% من الشريحة اللي هي أكثر من 15 سنة، وأكيد الإشارة هنا تتضمن من تسربوا من التعليم، يعني اللي وصلوا سن 15 سنة وهم لا يجدون القراءة والكتابة. ده معناه ان الارقام برضه انخفضت كثيرا عما كانت قبل ذلك. بكل تاكيد، يعني خليني يعني اؤكد لحضرتك ان ما تشهده مصر الان في مجال تعليم وتعلم الكبار لم تشهده من قبل، لان احنا بنتكلم على قبل انشاء الهيئه كانت نسبه الاميه في الشريحه ديت ما يقرب من 42%، ولكن مع بدعم القياده السياسيه ووجود شراكه حقيقيه ما بين الهيئه ومنظمات المجتمع سواء الحكومي او المجتمع المدني الان، والمشروعات والدعم اللي بنلقاه الان في الوقت الحالي، بالفعل النسبه قلت من 42% قبل انشاء الهيئه سنه 92 الان بنتكلم على 27%، فهناك انخفاض ملحوظ بكل تاكيد. تمام. ولكن العدد الخام ده محتاج مننا بالفعل تكاتف شعبي كبير جدا، زي ما الجامعات الان بتتعاون مع الهيئه بشكل كبير، القوات المسلحه من خلال مشروع محو أمية المجندين سواء الشرطه او الجيش، مشروع ضخم جدا، التضامن الاجتماعي من خلال ربط تكافل وكرامه بمحو الاميه ونشر التعليم، الشباب والرياضه مشروع مهم جدا المصريين يتعلمون، بالفعل محتاجين الى شراكات اعمق وبخاصه مع مؤسسات المجتمع المدني، لان المجتمع المدني دوره ما زال لا يرقى الى طموح الدوله المصريه، المؤسسات الحكوميه والوزارات الحكوميه بتعمل معنا بشكل كبير جدا، بنامل ان شاء الله احنا عندنا ما يقرب من 50,000 جمعيه اهليه في مصر، لو كل جمعيه اصبح ليها مستهدف ولو قلنا 200 فقط في السنة هنتكلم في حوالي 10 مليون، ممكن 10 مليون من خلال الجامعات الأهلية فقط. ممكن نعلم مصر خلال الأمية ان احنا محتاجين مشروع قومي. الفكرة اللي حضرتك بتقولها فكرة مثالية، لانه 50,000 جمعية لو كل جمعية عندها فصل وبتعلم فيه 200 واحد في السنة هنخلص 10 مليون كل سنه لمده سنتين ثلاثه. بالظبط، اقل من سنتين تعلم مصر خاليه من الاميه اذا تكاتف الجميع، واعتقد ان احنا بدانا بالفعل وبدانا البدايه مع الجهات الحكوميه، بنامل ان شاء الله. ان شاء الله ده يحصل وده مش مستحيل. وقبل ما ارجع لحضرتك للاسباب اللي بتؤدي للاميه والنتائج اللي بتنتج عنها، محتاجين نعرف من حضرتك اكتر يا دكتور اسلام حديثك عن دور جامعه عين شمس فيما يتعلق باختيار الطلاب، تدريبهم، مكافئتهم او الحافز اللي ممكن تكون بتقدم لهم، وايه اللي بيعملوه اضافه الى محو أمية القراءه والكتابه. طبعا دي نقطه مهمه جدا. يمكن منذ توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئه العامه لتعليم الكبار ديسمبر 2019 قدرنا ان احنا كمرحله اولى جامعه عين شمس قيادات الجامعه قدرنا ان احنا نستهدف كمرحله اولى 7 كليات من الكليات النظريه اللي موجوده في جامعه عين شمس، اللي هي كليه التربيه والبنات والاداب والالسن والتجاره والحقوق والتربيه النوعيه. طيب ودي ما تاخذنيش التجاره والحقوق عادي ان هم يدخلوا في الموضوع ده، بيشتغل على اعتبار ان ده محو اميه مش عمليه تعليم. ما هو الفكره في الاساس، وخلونا نتفق في البدايه، ان هناك فرقا بين تعليم الصغار وتعليم الكبار. حتى لو انا طالب في كليه التربيه ممكن يكون عندي بعض من المميزات اللي بتساعدني، ولكن التعامل مع الشخص الكبير بيكون ليه خصوصيه. علشان كده احنا بنحاول احنا على مستوى الجامعة ان احنا بنأهل طلابنا سواء كانوا كليات تربية او كليات اداب الى اخره، علشان ان احنا نأهلهم كيف يتعامل مع الشخص الكبير، وبخاصة من الناحية النفسية. مش فقط احنا بننظر الى تعليم القراءة والكتابة، وعجبني جدا تعليق حضرتك لما قلت ان القراءة والكتابة مش هو الهدف، القراءة والكتابة هو وسيلة لتحقيق مجموعة من الاهداف اهمها فهم الحياة والوعي المجتمعي. انا كمان بحييكم، لانه حتى لو كان دي فرصة عمل مؤقتة لطلاب جامعيين من بينهم حتى طلاب التجارة والحقوق على وجه الخصوص، فدي فرصة ممكن حتى يستمروا في عمل مشابه في المستقبل. خلينا قبل ما نكمل كلام عن جامعة عين شمس ولمزيد من إثراء هذا الحديث الطيب مع حضرتك نتابع تقرير مصور حول هذا الموضوع وحول جهود جامعة عين شمس، هنستمع فيه لبعض التصريحات المتعلقة بكيفية يعني قيام جامعة عين شمس بهذا الدور في تعليم الكبار. نتابع ونعود إليكم، أرجو أن تبقوا معنا. الأمية خطر على الجميع،
شباب جامعة عين شمس نجح في محو أمية حوالي 21 ألف مواطن خلال عام، وتصدرت الجامعة قائمة الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك انطلاقا من رؤية مصر استراتيجية لعام 2030 تحت شعار حياة كريمة بلا أمية. هو عمل مجتمعي كل الناس تشارك فيه. احنا ابتدينا بسبع كليات، احنا هنضيف عليهم كليتين كمان، فخدنا قرار بدمج كلية الزراعة في البرنامج، وخدنا قرار بدمج كلية البنات شعبة الآداب، وبنزل طبقا للمبادرة بتاعة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة بنختار قرية من القرى المحددين القرى الأكثر فقرا، بعالج تقريبا مش أقل من 1200-1300 مواطن، وبنقدم لهم دعم أدوية مجانا. وسيلة الجذب موجودة، الدعم المادي والحافز للطالب بقى موجود، ابتدى الإقبال يزيد عندي، وده فتحت فصول كتيرة جدا لمحو الأمية. جامعة عين شمس استطاعت تحقيق هذا الرقم القياسي من خلال تقديم حافز نقدي للطلاب عن كل دارس يتحرر من الأمية. كل طالب حيمحي أمية واحد حياخد 250 جنيه، وبالتالي كحد أدنى هو حياخد 10,000 جنيه. خدنا قرار تاني ان هو جامعة عين شمس هتقدم دعم إضافي من عندها 50 جنيه لكل طالب في مرحلة البكالوريوس إضافي على 250 جنيه، وبالتالي المبلغ اللي وصل لكل طالب هو 300 جنيه على كل مواطن يتم محو أميته. ذكرنا ان هو اللي هيمحي أمية أكتر من أربعة هيتم تقديم لي دعم إضافي، الدعم الإضافي دوت نظير التميز، سواء بقى في المصروفات الجامعية أو الإقامة في المدينة الطلابية أو توفير المادة العلمية أو المسابقة في الرحلات والأنشطة المختلفة. اهتمت الجامعة بالمشاركة في مبادرات القضاء على الأمية إيمانا منها بأن الحرب على الأمية ليست مسؤولية الجهات الرسمية فقط. قضية محو الأمية ديت هي مسؤولية الجهات الرسمية، المفهوم دوت مفهوم خاطئ، هي قضية مجتمعية الكل مشارك فيها، جميع المواطنين مشاركين فيها. من هنا تم اتخاذ قرار في المجلس الأعلى للجامعات اللي فيه كل الجامعات المصرية، بقرار ان الجامعات المصرية الجامعات الحكومية هتشارك في هذا البرنامج، وبالفعل صدر قرار من جامعة عين شمس بالموافقة على المشاركة في هذا البرنامج، وتم إنشاء وحدة تعليم الكبار، وتم إنشاء وحدات فرعية، وتم تحديد سبع كليات كمرحلة أولى للمشاركة في هذا المشروع. جدير بالذكر أن جامعة عين شمس عقدت عدة ندوات تعريفية وورش عمل حول محو أمية وأثارها على المجتمع الجديد وطرق القضاء عليها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لإعداد كل من سيقوم بالتدريس. قديم النهضة محمد علي بمصر الحديثة معتمدا على التعليم أولا، وهي النهضة الحديثة للبلاد تعطي الأولوية للكبار قبل الصغار من أجل تحقيق حلم محو الأمية للتقدم بمصر نحو التنمية المستدامة. من داخل جامعة عين شمس، بسمة الشاعر، أنيل. زي ما تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام تصريحات هامة للأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون المجتمع والبيئة، وطبعا هذه التصريحات المتعلقة بجهود الجامعة في محو أمية أكثر من 21 ألف يعني دارس أو طالب ممن تلقوا محو الأمية. هنعرف أكثر منك دكتور إسلام، يعني من حديث الدكتور هشام، يعني كم طالب جامعي ممكن يكون شارك في هذه المهمة؟ وزي ما عرفنا طبعا الحوافز المادية، يعني ممكن تدينا فكرة أكتر، لأنه أظن أن 21 ألف يعني تم محو أميتهم، دول محتاجين عدد كبير من الطلب. أكيد طبعا، يمكن طبعا استكمالا لما قاله معالي النائب، يمكن من ضمن الأدوار اللي بتقوم بيها الجامعة بالإضافة إلى مجال البحث العلمي ومجال التدريس، في عندنا مجال مهم جدا، مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويمكن هذا هو المنطلق اللي احنا من خلاله بنحفز طلابنا ان انت لازم ان انت يكون لك دور فاعل في المجتمع بتاعك. زي ما حضرتك ما قلت من شويه ان ده بيكون ليه مردود ايجابي، لاننا بالفعل بنقضي على مشكله البطاله شيئا فشيئا، بنخلي الطالب بيكون ليه دور مجتمعي، بيحاول ان هو يعتمد على نفسه، لان بالفعل زي ما قلت لحضرتك من شويه اذا كان المشروع ملزم فهو ملزم ومحفز في ذات الوقت، لان في عدد من الطلاب لو احنا بنقول ان الطالب في الاربع سنين بيمحو اميه اربعه ما يعادل دارس امي واحد في العام، ولكن في عندنا نماذج من طلابنا قدروا ان هم يمحوا في الدوره الواحده، الدوره الواحده مدتها ثلاثه اشهر، في عدد من الطلاب بيمحوا اميه 19 و20 و25، تخيل حضرتك هذا العدد. طبعا الدكتور هشام قال انه فيهم ليهم حوافز خاصه، يعني كل ما يزيد التميز اكيد طبعا. الطالب اللي بيمحوا اميه اكثر من اربعه الجامعه بتتحمل مصروفات الدراسيه ليه عن العام التالي وهكذا. بالاضافه الى سؤال يعني اعتراض يا دكتور اسلام، يعني اكثر من 21 الف يعني تم محو اميتهم، مع الارقام اللي حضراتكم بتقولوها ده محتاج ميزانيه اظن تقدر بالملايين يعني. جميل، اكيد طبعا. هو طبعا الميزانيه اتصور ان الهيئه العامه للتعليم الكبار بتقدم ال 250 جنيه عن كل دارس ناجح من خلال الميزانيه المعمول بيها والمحدده لذلك. الأهم من كل ذلك علشان خاطر هذا العدد الكبير، ويمكن احنا بنقول ان احنا في جامعة عين شمس احنا عندنا طموح ان العدد دوت يتضاعف ويتضاعف ان شاء الله الدورات القادمة كمان، ولكن هذا لم يأتي من فراغ، وانما زي ما قلت لحضرتك هي كلمة السر كيف تؤهل الطالب ان هو فعلا يستطيع ان هو يتعامل مع الشخص الأمي، ازاي ان انت تحفزه، لان المشروع ممكن في البداية ممكن يقابل بشيء من الاعتراض، ولكن شيئا فشيئا لقينا ان طلابنا هم اللي بدأوا ان هم يسعوا لهذا المشروع، لاننا احنا بنقدم لهم يد العون سواء جامعة عين شمس او الهيئة العامة للتعليم الكبار. ويمكن من خلال كلام معالي النائب ان احنا لا نكتفي فقط بان احنا الام يجي لنا لغاية عنده، لا ده من خلال القوافل التنموية اللي بتقوم بها جامعة عين شمس بالتعاون مع هيئة التعليم الكبار احنا بالفعل بننزل للام فعلا. كمان تم تدريب الطلاب ازاي، طلاب الجامعيين؟ تمام. لان انا محتاج اعرف من الدكتور عاشور حديثك بقى عن الاسباب اللي بتؤدي للامية. أكيد عندكم دراسات وإحصائيات وبحوث ميدانية مش متوفرة يعني النشر بشكل كبير، وياريت لو عند حضرتك رابط ما بين الأمية والعمل، الأمية ومستوى الصحة، الأمية ومستوى الدخل، الأمية ومستوى الفقر، يعني المسائل ديت أكيد في رابط ما بين. لو احنا بصينا على خريطة الأمية أستاذ أيمن هنلاقي أن الأمية بتتلخص في المناطق معينة، في مناطق فقيرة، المناطق الأكثر احتياجا، المناطق الريفية، لأسباب متعددة. يمكن بعض العادات والتقاليد البالية اللي كانت منتشرة زمان أن البنت ما تتعلمش وأن الولد هو اللي يتعلم، وبعض العادات والتقاليد الخاصة بالإنجاب. احنا بنلاقي أسرة يعني مكونة من 12 و13 الأب والأم مخلفين بالتسعة والثمانية، فطبعا دي كانت ثقافة سائدة في بعض الأحيان. الفقر المتفشي اللي موجود في بعض الأماكن أدى إلى تراكم أو تزايد هذه المشكلة. بنتكلم أيضا على العادات والتقاليد اللي كانت أيضا متفشية، فكل ده في وعدم وجود فصول تعليمية في هذه المناطق. إن الطفل زمان عشان موجود في قرية عشان يتعلم كان بينتقل إلى قرية تانية أو مكان تاني بعيد، فكان ما كانش بتاع. أما الآن الدولة أصبحت وبدأت تنظر إلى المشكلة من الجذور، بنلاقي ان حياة كريمة على سبيل المثال ان لازم يكون في فصول تعليمية في كل قرية تعليمية، في كل قرية مصرية موجودة الان، المناطق الاكثر احتياجا اللي ما كانش فيها لا مراكز شباب ولا مدارس ولا حضانات ولا خدمات، اصبحت الان موجود الكلام ده على ارض الواقع. والنظر الى المشكلات الاجتماعية في بوتقة واحدة هو ده بالفعل اللي حقق النجاح. انا بشكر يعني اسره البرنامج على هذا التقرير الجيد جدا، لان بالفعل جامعه عين شمس بتقدم نموذج يحتذى به للجامعات المصريه. احنا اللي انا عايز اقوله ان احنا بالفعل الهيئه العامه للتعليم الكبار وقعنا بروتوكولات تعاون مع كل الجامعات المصريه الحكوميه الان، وهناك بعض الجامعات الخاصه اللي بالفعل تعاقدنا معها خلال 3 سنوات وانا موجود في الهيئه، استطعنا ان احنا نقفز بالانجاز بدعم كبير جدا حقيقي من القياده السياسيه المصريه ودعم من المجلس الاعلى للجامعات. وانا بوجه الشكر بالفعل للمجلس الاعلى للجامعات ووزاره التعليم العالي وايضا رؤساء الجامعات المصريه اللي بالفعل استجابوا لهذا النداء القومي، بنقول مشكله قوميه ونداء قومي. الجامعات المصريه خلال عام انجازها تمحو اميه ما يقرب من 123 الف على مستوى الجامعات المصريه، ده انجاز كبير جدا بنفخر به، ويمكن هو ده اللي خلى مصر تفوز بجائزة اليونسكو لهذا العام بعد غياب عشرات السنين في مجال محو الأمية. وده شيء يسعدنا كلنا ويسعد جامعة عين شمس، لأن بالفعل تقدمنا
من خلال تجربة جامعة عين شمس مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وفازت جامعة عين شمس هذه التجربة الرائدة اللي بالفعل مع الهيئة بجائزة اليونسكو، وسيتم الإعلان عنها رسميا يوم 8/9 هذا العام اللي هو اليوم العالمي لمحو الأمية. كويس، قبل ما نرجع نكمل مع حضرتك بقية النتائج المترتبة على الأمية وعلى محو الأمية، بما أن حضرتك أشرت هذا الإشارة لجامعة عين شمس، مرة تانية يا دكتور إسلام، تقريبا كم طالب جامعي قاموا بهذه المهمة ودربتهم إزاي؟ طبعا لما احنا بنيجي نقول 21,000 دارس ناجح، تقريبا عدد الطلاب اللي شاركوا معنا تجاوز 10,000 طالب ما شاء الله. وده طبعا عشان كده بقول لحضرتك ان احنا عندنا وفقا للخطط الموضوعه احنا بنامل ان هذه الاعداد تتضاعف، سواء من حيث الدارسين الناجحين او طلابنا المشاركين. كيفيه التدريب، احنا اتصور ان احنا في عندنا مشكله ممكن بتؤرق المجتمع، ان احنا ما عندناش مؤسسات بتعد معلم الكبار. يعني كليه التربيه اللي موجوده هي بتعد طالب ان شاء الله ان هو هيبدا ان هو يدرس للمرحله الابتدائية الإعدادية إلى آخره، ولكن كيفية التعامل مع الدارس الأمي يمكن دي بتبقى في الدور اللي بيقوم به مركز تعليم الكبار وجامعة عين شمس من خلال تدريب الطلاب على بعض المفاهيم المتعلقة بماذا يعني تعليم الكبار، وما العلاقة بين تعليم الكبار كمصطلح عام وما يتبعه من مفاهيم زي الأمية، وبنقول إن الأمية هو جزء من علم تعليم الكبار، بالإضافة طبعا للفرق بين التدريس أو تعليم الكبار وتعليم الصغار، لأن أول درس بنعلمه للشخص الأمي إزاي إن أنت تتعامل مع الدارس الكبير بصفته خبيرا لديه من الخبرة والمهارات الحياتية التي قد تفوق حضرتك أنت أيها الطالب. طبيعي. طبعا، لأن ده برضو بيفرض سؤال، إذا كان عند حضرتك إحصائيات أكتر، يعني 21,090 اللي تم محو أميتهم، هل في متوسطات أعمار لدى حضرتك؟ يعني مثلا شريحة عمرية، أكبر شريحة عمرية كانت موجودة فيهم من خلال الاحصاءات اللي بتارد لينا من الهيئه العامه لتعليم الكبار، طبعا الاناث بيتفوقن طبعا، لان نسبه الاميه في الاناث في المجتمع المصري هي اكتر شوي. فدايما معظم عدد الطلاب المشاركين معظمهم من الاناث النسبه الاكبر، وايضا الدارسين الناجحين معظمهم من الاناث، وبتبقى دايما بتتراوح في الفئه العمريه من 40 ل 50، هي دي اكتر فئه ممكن بتلقى قبولا شويه، ولكن طبعا متغيره من دوره لاخرى. يعني ومن مفيش عزوف من لا بالعكس، تقدم السن في استمراريه، وفي عندنا مجموعه من حضرتك النظريه القديمه اللي بيتقدم سنه يقول لك خلاص بقى بعد ما شاب الدكتور بالعكس وكلام زي كده، في كتير جدا من النماذج. ويمكن دايما على صفحات مركز تعليم الكبار والهيئه العامه لتعليم الكبار بننشر مجموعه من النماذج المضيئه لمن تجاوز الستين والسبعين سنه وقاعد في فصل محو الاميه، ونماذج جميل. اخرى وصلت تعليمها لمرحله الماجستير والدكتوراه، فالتعلم هو مستمر والتعلم مدى الحياه. علشان كده بنركز دايما مع الطالب بتاعنا واحنا بندربه ازاي ان انت تجذب الدارس الكبير للتعلم، مش ان انت فقط ان انت تجذبه للفصل، ده كيف ان انت تجذبه للاستمراريه في هذا الفصل ويواصل تعليمه. علشان كده بنبدا نديله مجموعه من الدوافع، مجموعه من الخبرات، وبنجيب مجموعه من الدارسين اللي بالفعل التحقوا بفصل محو الاميه وامتحنوا وتحرروا من الاميه، وبيكون هو خير محفز لزميله الامي الذي لا يجيد القراءه والكتابه. بالاضافه لده طبعا بنديه مجموعة من المهارات المتعلقة بكيفية تدريس أو تعليمهم القراءة والكتابة والعمليات الحسابية البسيطة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الدارس الأمي إن كان لا يجيد القراءة ولا الكتابة إلا أنه من خلال الخبرات الحياتية عنده قدرة على مثلا العمليات الحسابية أفضل من كثير من المتعلمين. فإحنا بنبدأ زي تجار كبار موجودين بالفعل في مصر، فإحنا بنركز بنركز على نقاط القوة وبنبدأ ننطلق بها من هذا المنطلق. تمام دكتور عاشور، يعني إضافة للكلام اللي قاله دكتور إسلام هو كلام مهم، إزاي ممكن أقنع حد بمحو أميته بأنه هيعرف يتعامل مع الشمول المالي، هيعرف يتعامل مع أخذ بروتوكول كورونا إذا قدر المولى عز وجل ذلك، إزاي يقدر يتعامل مع الحياة بصورة أبسط؟ يعني دي نقطة مهمة جدا بشكرك عليها أستاذ أيمن، لأن بالفعل إحنا زي ما تفضل زميلي دكتور إسلام إن مشكلة الأمية هي مش مشكلة قراءة وكتابة، القراءة والكتابة ليست هدف في حد ذاته، ولكن القراءة والكتابة هي وسيلة لحياة أفضل لكل الأشخاص في مصر. عشان كده إحنا دايما بنقول إن لازم نربط خدمات محو الأمية وتعليم الكبار بالخدمات المجتمعية. على سبيل المثال حضرتك تفضلت وقلت إن موضوع الشمول المالي، هناك بروتوكول تعاون تم ما بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وأحد البنوك الوطنية الكبيرة في مصر،
دعم، أقدمه دعم مالي للأميين عشان يلتحقوا بفصول محو الأمية، لأن أنا كهيئة بقدم دعم للمعلم وللمشرف، أما بالنسبة للأمي فالدعم هيتقطع من وقته، ممكن من مصدر رزقه، ممكن حاجات كتير مهمة. فتم التعاقد مع أحد البنوك الوطنية، هو ليه أهداف معينة بيسعى ليها، التحقيق الشمول المالي ومحو الأمية البنكية ودمج هؤلاء الأميين، 17 مليون أمي عاوز يدمجهم في الشمول المالي ويبقى ليهم حسابات بنكية وإزاي يتعامل مع البنوك، ده مهم جدا. وإحنا لينا هدف إن هو نعلمه القراءة والكتابة والحساب، تلاقى الهدفين ووقعنا بروتوكول تعاون بالفعل، وطلبنا من البنك إنه يدي حافز مادي للأمي. أي أم الآن بتعاون مع البنك في فصول البنك، أي أم بيلتحق بفصل محو الأمية بيطلع له على طول في نفس الأسبوع كارت ميزة بالمجان، الكارت طبعا فاضي، في منهج تم إعداده ما بين الهيئة وما بين هذا البنك لخدمة الهدفين اللي هو محو الأمية الهجائية والحسابية وأيضا تحقيق الشمول المالي. بعد ما بينجح الشخص الأمي بيتحول لي على الكارت مبلغ مالي دعم من البنك لي، وبيتفتح له حساب أيضا بالمجان. جميل. فده مهم جدا. أيضا احنا بنتكلم على النواحي الصحية، يعني محو الأمية الصحية، محو الأمية التكنولوجية، عشان نقنع الشخص الأم ان هو يلتحق بفصول محو الأمية بنشتغل على عدة دوافع، من ضمنها الدافع الديني، ان لما تيجي تتعلم هتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، هتمسك المصحف والإنجيل وتبدأ تقرأ. يعني في نموذج مهم قوي في مطروح تم الإعلان عنه من حوالي 10 أيام، امرأة تبلغ من العمر 82 سنة. جميل. استطاعت أن تتعلم على يد حفيدتها، ودي طالبة في كلية التربية جامعة مطروح، وكانت يعني عندها تكليف أنها تشتغل في محو الأمية، فعلمت مين؟ علمت جدتها، وبالفعل بدأت تمسك المصحف وتقرأ فيه، وكان نموذج مشرف جدا جدا. أيضا هناك دافع اقتصادي، نربط خدمات محو الأمية بمشروعات صغيرة وحرف يدوية، ونعلمهم التريكو والخياطة أيضا بالتعاون مع بعض الجهات. جميل. زي البنوك. وهناك أيضا دوافع شخصية، تعالى أنت، إحنا في القرن 21 ما ينفعش الناس كلها عندها بتمحو الأمية التكنولوجية والرقمية وأنت لسه بتبصم في الجمهورية الجديدة، هناك دوافع متعددة. وهو ده بقى المداخل الأساسية اللي بنعلمها لطلابنا في الجامعات، أنا عندي جامعات كتير جدا. لكن التواصل المشتركة مع الأمية إضافة للفقر اللي أشرت إليه حضرتك إشارة ضمنية منذ قليل، هل نقدر نقول إنه في يعني مشتركات أخرى مع الأمية؟ الريف أكتر، النساء أكتر، يعني في مشتركات أكتر مع الأمية؟ بكل تأكيد، يعني احنا اتفقنا ان معظم الأميين فقراء. يعني لو عملنا إحصائية ورصد هنلاقي ان ما يقرب من 90% من الأميين في مجتمعنا هم في الأساس فقراء، ومنعهم الفقر من الالتحاق بالتعليم، لا الأطفال بتنزل تشتغل مع الأب أو الأم أو وهكذا. وأيضا بننظر كمان للمشكلة الإناث، زي ما تفضل أيضا دكتور إسلام وقال ان المشكلة حوالي 1/3 الأميين من الإناث، لأسباب تتعلق بالوعي، أسباب تتعلق بالعادات والتقاليد وفرص التعليم المتوفرة والكلام ده كله وفرص التعليم وهكذا. فهي ده بالفعل احنا عندنا المناطق اللي بتتجدس فيها أيضا السكان بتزداد فيها نسب الأمية. هل عند حضرتك يعني خريطة جغرافية نقدر نحدد على أساسها، تقدر تقول لنا دلوقتي المناطق اللي يعني ممكن يكون فيها الأمية أكتر؟ والسؤال المشترك مع الدكتور إسلام اللي لسه هسأله للدكتور إسلام بعد حضرتك، من تم محو أميتهم هذا العام إذا كان 21,000 في جامعة عين شمس، أو أفتكر الرقم اللي حضرتك 123,000 من الجامعات، من الجامعات كلها 123,000، وأظن أنه أكيد في أدوار أخرى لمنصات أخرى. 410,000 تم محو أميتهم هذا العام. 410,000 دولت لو قدرت حضرتك تقول لنا أكثر الأماكن اللي تم محو أمية فيها، يعني الحظ الأكبر كان من نصيب محافظة إيه مثلا؟ الحظ الأكبر من محافظات الصعيد التي تتفشى فيها هذه الظاهرة. عندنا محافظة المنيا نسبة الأمية فيها عالية جدا، بدأنا نكثف جهودنا، وبخاصة مع الإناث في هذه المحافظة، تقريبا 39% في الشريحة 15 سنة فأكثر نسبة في المنيا، تليها محافظة سوهاج وقنا ومحافظات الصعيد بصفة عامة. محافظات الوجه البحري في محافظات أيضا تتكدس فيها الأمية وتزداد فيها، زي محافظة البحيرة بتقل شوية، في محافظة القلوبية وفي كفر الشيخ أيضا تقل إلى حد ما، ولكن هناك محافظات، هناك علامات مضيئة أيضا، هناك محافظات قاربت
على إعلان نفسها خالية من الأمية. هذه المحافظات هي محافظات الحدودية التي تقل فيها نسبة السكان. نتكلم على شمال جنوب سيناء، نتكلم على الوادي الجديد، البحر الأحمر، بورسعيد، مطروح، اللي أولا فيها نسبة سكان قليلين، وأيضا بتحظى يعني هنقول مستوى المعيشة فيها، وخدمات التعليم ممكن تكون فيها أفضل بكل تأكيد. دكتور إسلام، تعليقك على الكلام ده. عايز أعرف ال 21 ألف اللي تم محو أمتهم عن طريق جامعة عين شمس، لو كنتم عندكم طبعا إحصاء جغرافي، لكن الأهم ضمن ما أشرت إليه حضرتك منذ قليل أنه حتى كمان الطلاب الجامعين كانوا بيذهبوا إليهم حيث هم موجودون. أكيد طبعا. يمكن إحنا عندنا جامعة عين شمس، وأهم ما يميز العمل في مجال تعليم الكبار هو المرونة. لو إحنا مشينا بكل حاجة بالورق والقلم وتعنتنا، فصراحة من خلال الحاجات الجميلة إن الطالب اللي عندنا في جامعة عين شمس بغض النظر عن الدارس الأمي اللي هو بيتعامل معاه، إذا كان هو من نفس المحافظة، من نفس الحيز الجغرافي، لو هو في القاهرة والدارس الأمي البطاقة بتاعته بيقول إن هو من مواليد أسيوط أو سوهاج، ما فيش أي مشكلة إن إحنا بنتعامل معاه. طبعا بحكم الموقع الجغرافي لجامعة عين شمس هي موجودة في القاهرة، أكيد طبعا ممكن من الوهلة الأولى نظن أن العدد الأكبر من الدارسين الناجحين هيكونوا في محافظة القاهرة، ولكن إحنا عندنا طلابنا منتشرين في كل أنحاء الجمهورية. يمكن من خلال الإحصاءات أكتر محافظة طلابنا قدروا أن هم يستطيعوا أن هم يحققوا فيها نجاح كانت محافظة القليوبية، ثم الجيزة، ثم القاهرة، ثم بعد ذلك في مجموعة من المحافظات الأخرى قدرنا استطاع طلابنا اللي بنوجه ليهم كل شكر وتقدير على روعة الجهود اللي هم بيقوموا بيها، ومن خلال وحدات محو الأمية ومن خلال مركز تعليم الكبار وقيادات الجامعة، فعلا استطعنا ان احنا نذهب الى الدارسين في أسيوط وسوهاج والبحيرة وقنا. يا اما الطالب بيعمل ذلك عن طريق عمله الفردي من خلال الأجازات، من خلال بعض الزيارات، او من خلال مساعدة بعض الأقارب، او من خلال القوافل التنموية اللي بتقوم بها الجامعة بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار. فعلشان كده القليوبية رقم واحد، ثم الجيزة، ثم القاهرة، ثم باقي المحافظات. طبعا نسبة لا تذكر بالثلاث محافظات دول، ولكن يمكن اكتر من 15 محافظة طلابنا طلاب جامعة عين شمس بيشاركون بفاعلية في القضاء على هذا. وكمان لو الجامعات الاخرى قامت بنفس الدور تقريبا بالفعل هتتحقق نفس الفكرة اللي قالها الدكتور عاشور منذ قليل، متعلقة بدور الجمعيات الخيرية بقى اللي هي منتشرة. ممتاز. على مستوى الجمهورية، يعني لو كل مكان في محافظته قدر يقوم بدور زي الجامعة أو الجمعية الخيرية، أكيد المسألة هتبقى أسهل. أكيد طبعا. يعني إحنا قلنا من شوية إن العمل في مجال محو الأمية ليس له أو ليس في قاموسه ثقافة العمل الفردي، بل لابد أن تتكاتف كل الجهود. فعلشان كده احنا فعلا الجمعيات الاهليه بيكون لها دور وفي ادوار منشوده، ايضا الجامعات كلها لازم يكون لها دور. يمكن احنا في جامعه عين شمس من خلال مركز تعليم الكبار والمؤتمر السنوي، لما بنيجي كده عندنا بند ثابت في مؤتمرنا السنوي بيتكلم عن جهود الدول والجهود المضيئه في مجال تعليم الكبار، فبنبدا نتطرق لمجموعه من النماذج سواء على مستوى جامعه عين شمس او على مستوى جمهوريه مصر العربيه او على مستوى الوطن العربي، وبالفعل بنستطيع ان احنا نتبادل الخبرات مع بعضنا البعض. اي زياره بنزورها لاي أو في أي مكان، ودي من الأدوار المنشودة والأدوار المضيئة لجامعة عين شمس، إن إحنا لا نكتفي فقط بالحيز الجغرافي بتاعنا، وإنما بنتعاون مع الجامعات الأخرى، بنعمل دورات لتأهيل طلاب الجامعة في مجال محو الأمية بالتعاون مع بعض الجامعات. كنا في جامعة الفيوم منذ عدة أشهر وعملنا دورة تدريبية لعدد من الهيئة المعاونة هناك. فبالفعل هذا التعاون وتبادل الخبرات بيثري القضية، وبنستطيع بالفعل إن إحنا نحقق إنجاز فعلا يليق بمصرنا الغالية. تمام. دكتور عاشور، حضرتك قلت منذ قليل انه نسبة الأمية العالمية في اي دولة في حدود 7%، واحنا امام مشروع يستهدف محو الأمية في مصر في 2030. حضرتك قلت كمان من ضمن ما يعني طرحت فكرة جيدة جدا وبحيك عليها، وهي دور مجتمعي، انه جمعيات خيرية ممكن تساهم في حل المشكلة في 3 سنوات، فليه نصبر 9 سنوات حتى بالزبط تنتهي المشكلة؟ أنا عايز أسأل حضرتك، يعني بافتراض إنه في خطة من الهيئة والكلام المكتوب إنه محو أمية حوالي 600 ألف كل سنة، طب ما احنا كده هنحتاج لوقت أطول علشان خاطر الكام و20 مليون اللي عندنا في مصر. بالظبط. يعني أشكرك يا أستاذ أيمن، هو حقيقي طبعا زي ما حضرتك تفضلت احنا 2030 ده وقت لسه طويل عشان نعلم مصر خاليه من الاميه في وقت الدوله او حركه التنميه في الدوله بتسير بخطى سريعه جدا، وكلنا شايفين بعينينا
واي حد بيرى حجم الانشاءات وحجم التطور المجتمعي سواء في المجال الصحي في المجال التنموي في على مستوى الانشاءات حجم كبير جدا. عشان كده بقول لحضرتك ان احنا بالفعل يمكن طلب مننا من القياده السياسيه طلبت مننا بالفعل اعداد خطه سريعه تعتمد في المقام الاول على تكاتف كل جهود الدوله مجتمع مدني والمؤسسات الحكوميه، وان شاء الله باذن الله بنعد ان قبل عام 2030 سيتم اعلان مصر خاليه من الاميه وفقا للخطه التي تم وضعها مؤخرا بتوجيهات القياده السياسيه. وطبعا بنشرك فيها بقى، احنا بنقول ان احنا خلال 5 سنوات ان شاء الله ممكن نعلن او قبل هذا التاريخ نعلن مصر خاليه من الاميه اذا اشترك معنا كل جهات الدوله زي ما بيشارك معنا الجامعات. جامعه عين شمس في سنه منحت اميه 21,000، جامعه المنصوره بعديها 18,200، الزقازيق 16,000، احنا بنتكلم في ارقام كبيره جدا، وهناك جامعات ما زال الانجاز فيها ضعيف. بنامل ان كل يعني الجامعات كلها ساهمت بمحو 250,000 كل سنه اضافه للجامعات الاهليه اضافه لبقيه الجهود اللي بتقوم بها الهيئه. اظن ان احنا في اقل من 9 سنوات، ممكن في 3 سنوات او 4 سنوات بكتير ان شاء الله نكون قضينا على هذه المشكله. طيب تعليق اخير من حضرتك دكتور اسلام، لانه تقريبا وقتنا انتهى. يعني طبعا كل الدعوات القلبيه لمصرنا الغاليه وقيادتنا ومجتمعنا كله ان شاء الله بالرخاء، بس هي في رساله انا بوجهها لنفسي اولا وبوجهها لكل مسؤول عن هذه القضيه، بالاضافه للجهود اللي احنا بنبذلها من اجل القضاء على مشكله الاميه، في ما بين قوسين بس الارتداد الى الاميه. احنا حابين ان احنا نلقي الضوء على البرامج اللي بتساعد الشخص الامي ان هو يستمر في ممارسة القراءة والكتابة حتى لا يعود مرة اخرى الى الامية وتصبح كل هذه الجهود كأنها لم تكن. فدي الرسالة انا بوجهها لنفسي اولا ولكل مسؤول ان احنا نهتم فعلا، وهذا لن يتأتى مهمة جدا بالفعل، وبشكرك ان انت بتوجهها في النهاية بالفعل، وهذا لن يتأتى الا من خلال البرامج المهارات الحياتية اللي بتتماشى بالتوازي وبالتكامل مع تعليم القراءة والكتابة. بشكركم شكر جزيل، شرفتوني دكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا يا فندم. ودكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، شكرا جزيلا دكتور عاشور. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع القادم بمشيئة الله. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.